إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما المؤمنون إخوة، هكذا تبدأ الآية العاشرة من سورة الأخلاق، من سورة الحجرات التي تلقب بسورة الأخلاق. يا أيها قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وتتمة الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تحمل هذه الآية العجيبة الصغيرة في مبناها، العميقة في معناها، أربع رسائل. الرسالة الأولى: إنما المؤمنون إخوة. الرسالة الثانية: فأصلحوا بين أخويكم. الرسالة الثالثة: واتقوا الله. الرسالة الرابعة: لعلكم ترحمون. ومع البيان: إنما المؤمنون إخوة، أشار الله عز وجل في هذه الآية الكريمة إلى رباط الأخوة في الدين. فالأخوة أخوتان: أخوة في النسب، في القرابة الدموية، في الرحم، وأخوة في الله، وأخوة في الإيمان، وكلاهما أخوة معتبرة. أوصانا الله بالأرحام، أوصانا الله برعاية الرحم، أوصانا المصطفى صلى الله عليه وسلم برعاية الأرحام والأخوة في النسب والقرابة الدموية، والآيات والأحاديث كثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام، إذن ربنا عز وجل أوصانا بالرحم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أحاديث تترى: منها الرحم معلقة بالعرش، منها ليس الواصل بالمكافي. آيات وأحاديث تدعو إلى رعاية الأخوة في الرحم، في النسب، مع المحافظة على الواجبات والحقوق. ولكن في هذه الآية من سورة الحجرات ينبهنا الله عز وجل إلى النوع الثاني من الأخوة، وهو الأخوة في الدين، الأخوة في الله. فالإيمان يجمع، الإيمان لا يفرق بل يجمع، الإيمان لا يضع بل يرفع. إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة التي يجب أن نرعاها وأن نرعى حقوقها المعنوية والمادية التي تعرفون. الرسالة الثانية: فأصلحوا بين أخويكم، هي رسالة مهمة إلى أن النزاع قد يقع بين الأخوة في الدم وبين الأخوة في الدين. الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والأقارب قد يختلفون ويتنازعون على الرأي أو على المواريث أو على الوصايا أو على النفقات أو على الهبات أو على الحدود أو على الشركة، يختلفون. هذا أمر طبيعي، سبق في علم الله أن النزاع يقع بين الإخوة
الأشقاء والأخوات الشقيقات، كما يقع أيضا بين الأقارب، كما يقع بين الناس جميعا بدليل قوله تعالى في سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك ربنا قال: إذا وقع النزاع بين الإخوة فعليكم بالإصلاح، بدليل أنه أتى بحرف الفاء، وحرف الفاء أداة عطف تفيد الترتيب مع الفورية، فأصلحوا مباشرة بلا إطالة، فأصلحوا بين أخويكم. إذن الدعوة إلى الإصلاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود قال: سأل الصحابة: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين. خرجه الإمام أبو داود، رقم الحديث 4919. لذلك نفهم بأن النزاع حينما يقع لا بد من السعي إلى الإصلاح، فأصلحوا بين أخويكم. هذه الرسالة الثانية. والرسالة الثالثة: واتقوا الله. تقوى الله يا صنام أمان. الخوف من الله هو قارب كبير من قوارب النجاة. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين. ثم تأتي الرسالة الرابعة في هذه الآية 10 من سورة الحجرات: لعلكم ترحمون. أي إذا تمثلنا قيمة الرحمة في حياتنا سينظر الله إلينا بعين الرحمة، سيرحمنا. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا تمثلنا هذه الرحمة فيما بيننا ربنا سيرحمنا وينظر إلينا بعين الرحمة، وإذا نظر إلينا بعين الرحمة غير حالنا إلى أحسن حال، وذلك قارب كبير مضمون من قوارب النجاة. اللهم انظر إلينا بعين رحمتك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واستقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.